طيب خلينا ناخذ examples of user requirements. هلا user requirements مهمة جدا. في بداية أي مشروع المفروض إحنا بنشتغل بشكل صحيح ننتج document. الدوكيمنت اسمها URS. في كثير من المشاريع المشروع الصحيح حتى لو كان سوفت وير حتى لو ايش ما كان هذا المشروع المفروض زي انت بتشتغل بشكل صحيح في بدايه المشروع المفروض تكتب دوكيمنت اسمها يوزر ريكويرمنت سبيسيفيكيشن. اليوزر ريكويرمنت سبيسيفيكيشن بتكون مكتوبه في لغه مش هندسيه ولا علميه، بتكون مكتوب بلغه عام يعني يفهمها الشخص العادي انه هذا السيستم ايش راح يعمل مش كيف راح يكون مصمم. هاي مرحله ثانيه. ايش اول شيء بدي افكر؟ بدي افكر هذا السيستم شو بده يعمل، ايش المواصفات تبعته اللي بتمكنه انه يحقق الاشياء اللي بده اياها اليوزر. المفروض انها تيجي من اليوزر، بتصير بالاتفاق ما بين اليوزر يعني اللي بده يشتري السيستم منك اللي بده والشركه اللي بدها تصنع هذا السيستم. ايش الريكويرمنتس اللي بده يحققها في هذا السيستم؟ يعني مثلا بدي اياها اذا كانها فيديو كاميرا بدي اياها تصور لساعتين، شو الريزولوشن اللي بدها تصور عليها، بحيث كل هاي الاشياء بنكون حاطينها. هلا كيف بعملها؟ هذا سؤال ثاني. كيف بحقق هاي اليوزر ريكويرمنتس؟ هاي مشكله مين؟ المهندس الديزاينر. اذا اليوزر ريكويرمنت سبيسيفيكيشن لازم تكون تحدد انه هذا البرودكت لما يخلص، وهي بتتجنب خلافات كثيره. لانه احنا مشكلتنا دائما ايش المشكله؟ كل الناس كلهم متحمسين في بدايه المشروع واه يلا وبدك تعمل لنا سيستم والسيستم فخم ومرتب ومش مظبوط. بالنهايه بيجي اليوزر بقول لك انا مش هذا اللي بدي اياه. انا مش هيك كنت فاهم انه بدك تعمل لي اياه مظبوط. فلازم انت كمهندس مهمتك انك انت تحطه وتقعد انت وياه وتقول له بالضبط شو اللي بدك اياه. اذا بدك هذا السيستم وهاي اليوزر ريكويرمنت هاي رح تكلفك 50,000. اذا بدك هاي اليوزر ريكويرمنت مش رح تكلفك غير 5,000. بيجي بقول لك انا والله مش سائل بهذا، شو اللي اياه؟ هلا ما بيجي يقدر يجادلك في النهايه يقول لك في يوزر ريكويرمنت وبده يوقع عليها في النهايه. المفروض طبعا اذا بتقدر تخليه يوقع عليها بيوقع عليها. الهدف مش اني انا بدي اصير اتجادل انا والكلاينت، بده يكون كل شيء واضح. مشكله كثير مشاكل ومشاريع عندنا ما فيش وضوح، ما في وضوح شو اللي بدي انتج لك اياه وشو اللي بدك تاخده. ولذلك بدك تضلك تعيد وتزيد تعيد وتزيد لحد ما تتفق مع هذا يوزر ريكويرمنت واضحه. هاي هي الدوكيمنت اللي رح نشتغل عليها. اي تغيير بسيط فيها رح ينهار المشروع تبعك كله والتكلف كلها راح تروح. ماشي واضح؟ هاي نقطة مهمة جدا، لازم نكون واضحين على اليوزر ريكويرمنت سبيسيفيكيشن، ايش هي اليوزر ريكويرمنت، شو بدنا نحطها. إذا خلينا نطلع بعض الـ الأشياء اللي مثلا عندي السايز أو كاباسيتي أو الفورس. أنا ما بقدرش أحط واحد لأنه هم بيتعلقوا بس هم كلهم تقريبا نفس الفكرة، الحجم أو السعة او القدره تبعت هذا التورك او ستروك. هذول كلهم بيعطوني شيء عن السايز تبع السيستم. يعني هذا بده يعطيني تورك مثلا، مقداره التورك الرينج تبعه بده يكون مثلا 5 نيوتن متر اذا كان هو لينير اكتويتر، وبده يكون ستروك تبعه مثلا 40 ملم فبقدر يتحرك. عارفين الكل عارف شو يعني ستروك؟ ستروك يعني عندي مثلا اذا عندي لينير اكتويتر بحرك بيقدر يتحرك المسافه اللي بيقدر يتحركها، مش طوله هو نفسه، طوله ما بيهمني، المهم قديش الستروك اللي بيقدر يعطيني اياه، يعني. او قديش الفورس او قديش التورك اللي بده يطلعه اذا كان روتيشنال، او ايش الكاباسيتي تبعته قديش بده يسع، او الحجم تبعه، او مثلا كم عدد القطع اللي بده ينتجها في الساعه، 10,000 قطعه في الساعه، 50,000 قطعه بالساعه، هذا بيختلف اختلاف كبير. اذا تصمم سيستم تو سيستمز يطلعوا نفس البرودكت بس واحد ينتجهم ب 5,000 بالساعه وواحد 5 بالساعه، التكلفة راح تكون مختلفة تماما، مضبوط؟ تصميم السيستم كله راح يكون مختلف تماما، إذا مهم جدا نحدد هاي. وهلا مشاريعكم تطلعوا، كل واحد منكم يطلع على مشروعه، إيش السايز؟ مثلا الكريدل بدك تعرف قديش الوزن اللي بدك تحطيه فيه. مضبوط؟ بدك تحدديه من البداية، تقولي هذا مثلا البيبي مش رح يكون وزنه أكثر من ما بعرفش قديش، لحد مثلا 3 كيلو 4 كيلو، بعد هيك بده ينتقل لمرحلة ثانية، ما بينفع. بدك تروحي تبيعي هذا، بدك تكون حاطط مواصفات، بيقولوا هذا مثلا باخذ البيبيز اللي وزنهم لحد هلا، إذا كانوا مثلا أنصح من هيك خلص بده ينتقل لمكان ثاني. فمثلا عندنا مصعد مثلا بده يحمل 8 أشخاص، برينتر مثلا بده تطبع 12 بيج بالساعة. أهم الاختلافات بين الإنكجت والليزر شو كان؟ السرعة. السرعة اختلاف هائل، بدك تقعد تطبع دوكيمنت على الإنكجت بتقعد ساعات مرات. الليزر صارت تعطيني 30 60 120 مثلا بيجز بير مينيت. إذا هاي أحد الاختلافات المهمة لازم تكون محددة. مصنع بيعبي مثلا أزايز مثلا بيقدر يطلع مثلا 10,000
قطعه بالساعه مثلا، هاي كلها بتصير من سبيسيفيك. اذا هذه انا حطيتهم هون امثله عليها، بس هي نقدر احنا نلخصها بالسايز او الكاباسيتي. الثاني، مين اللي كان عنده ويندو كلينر؟ ايش احد الاشياء المهمه في الويندو كلينر؟ احد اهم احد المواصفات المهمه، غير انه بنظف وبطلع لي نظيف وهذا، ايش في اشي كمان مهم؟ لا لا يعني ممكن، بس في اشي اهم من هيك. لا لا هلا كل اشياء بتحكوها، بس انا في اشي عمالي بفكر فيه بدي اياه مهم. لا هاي الكاباسيتي، هاي اللي مزبوط، هذه تمام. ما يطلع عن الدايمنشن تبعت ليش؟ ستروك سيفتي سيفتي. هذا الويندو كلينر رح يكون في فورس مرتبه مظبوط، ما بدك يمسك الزلمه يخنقه اللي عماله بينظف الويندو او شيء، حسب طبعا حجمه ولا يعني، او واحد هون السيفتي مهمه. ريلايبيليتي مينتينابيليتي افيلابيليتي. طبعا بيختلفوا عن بعض، بس انا جمعتهم كلهم مع بعض. السيفتي لازم يكون السيستم سيف، يعني انا مثلا افرض بنيت منصه بترتفع وبتنزل وبتحمل سيارات في معرض شوروم للسيارات، ايش احد الاشياء لازم اكون حاططها وانتبه عليها؟ ما يكونش واحد واقف تحت المنصه، المنصه فوق واحد وتنزل عليه، مزبوط؟ مش هاي سيفتي؟ شو لازم احط؟ سنسور. حط سنسور. هل بتحط سنسور واحد؟ لا سنسور. تمام، وشو كمان بتعمل؟ ممكن في نفس المحل السنسر اللي انت حاطه سنسر يخرب، ممكن يعطيك انه فيش حد وهو في حد، مش هيك؟ مش ممكن السنسر يخرب كمان؟ لذلك في اناليسيس كامل بيصير على السيفتي تبعت السيستم، ما بيصير بس بقول انه هذا السنسر اذا اشتغل رح يضل شغال للابد. طب لو خرب اول سنسر شو بده يصير؟ لانه الكونسيكونسز انه يفشل شو؟ خطير عالي جدا، مش هيك؟ ممكن تقتل شخص، مظبوط؟ في حين سيستم ثاني تقول لي مثلا برينتر زي هاي البرينتر، هل فيها سيفتي ريكويرمنت؟ عدا عن الكهرباء انك تكهرب الشخص، ما في شيء، ما في شيء كريتيكال، مظبوط؟ مصعد عندي، مصعد بيتحرك على سرعه 4 متر بالثانيه مثلا، بيحمل 15 شخص، السيفتي مهمه طبعا، مظبوط؟ وفي مواصفات عالميه وبدي اروح اطلع مواصفات عالميه، قطار مثلا بيتحرك او سياره، سمعتوا عن قصص الجنرال موتورز؟ مين سمع عنها؟ المشاكل اللي صارت في الريكول تبع الجنرال موتورز، الاجنيشن سويتش فجاه بيطفي لحاله، بيطفي بتوقف السيارة فجأة. طبعا بالسيارات الحديثة هاي صارت مشكلة، البريك مثلا بصير أصعب بكتير، أو بخسر، أو الستيرينج بصير صعب جدا، صار حوادث وصار وفيات لحد ما جنرال موتورز قررت إنها تعترف إنه في مشكلة وتسترجع السيارات، وبعدين هلا في محاكم قصص. التويوتا كان عندهم مشاكل إجت فترة، نعم بالثروتل تمام، الثروتل يزيد فجأة كأنه مش هيك، ما برجع بس التويوتا كان عندهم فترة وبعدين هديت، ما بعرف ليش اجت فترة بخصوصا بامريكا، فترة منيحة بتويوتا كان عندهم مشاكل كثيرة وصار وفيات، السيارة فجأة تتحرك او يكبس على البنزين يرجع زي ما حكى، ما يرجعش التروتل تضلها ماشية على سرعة عالية. اذا هاي مشاكل، مشكلة عندي كبيرة بالسيفتي. ريلايبيليتي، ايش الريلايبيليتي؟ ما يخرب يعني. عدد المرات اللي بيخرب فيها بالسنة اون افريج، هذا احد التعريفات، طبعا في تعريفات ثانية، مين تايم بتوين فيليرز مثلا احد التعريفات. هل انت بتقدر تيجي بعد ما تخلص الكريدل تبعك تحط لي مثلا هذا الريلايبيليتي تبعته المين تايم بتوين فيلرز 50,000 ساعة مثلا؟ لا لا، لأنه احنا ما عندناش المعرفة، بس هو ممكن طبعا. أي سيستم، محطة نووية مش لازم أحط الريلايبيليتي تبعتها؟ قديش قديش احتمال إنه مثلا يخرب السيستم هذا؟ وطبعا في عندي سب سيستمز، وكل سب سيستم بيرتبط بالسيستم الثاني. هاي بشكل عام بنسميها سيستمز انجينيرينج. في ناس متخصصين في الريلايبيليتي والمينتينابيليتي، بدرس سيستم وبحلله وبتطلع الريلايبيليتي وبيطلع برقم، قول هذا مثلا احتمال فيلير تبعه واحد مثلا بالعشرة آلاف، أو واحد بالمئة ألف، واحد بالمليون. هذا السيستم مثلا إذا شغلته احتمال إنه يقتل شخص مثلا كل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة حسب التصميم. طب ليش ما أخليه صفر؟ التكلفة بتصير عالية جدا. ما في سيف، ما في سيستم سيف 100%. في سيستم سيفتي تبعت السيستم ريزنبل. مينتينابيليتي إيش يعني؟ يعني سهولة الصيانة تبعته. يعني لو انا هدول مثلا الغطي هدول، هل سهل اني افكه وانظفه من جوا؟ ولا قصه طويله جدا وبدي ادخل من هون وابعث ولد صغير يمر وبعدين يرفع الكفر وينزله، مزبوط؟ مش هيك احنا المشكله؟ هذا الزجاج اللي هناك هل سهل اني انظفه من برا ولا عمليه صعبه جدا؟ قطعه معينه بدي اغيرها في السياره، هل هي سهله ولا بدها عمليه طويله افك المحرك كله حتى اغيرها؟ هذه بنفكر احنا عمالنا
هل هذا سهل اعمل له مينتننس وهل هو سيف اني اعمل له مينتننس ولا مينتينابيلتي. ملاحظين كيف اليوزر ريكويرمنتس اوسع بكثير من السيستم داينامكس. احنا المشكله الطالب بتخرج بتقول له يوزر ريكويرمنتس ايش بقول سيتلينج تايم وهذا، وهي صحيحه ما فيش فيها مشكله. ولاحظوا السيستمز كلها اللي انتم سالتكم هلا ما حدش كان عنده سيستم داينامكس مشكله. انا ما بقول انه سيستم داينامكس مش مهمه، بس احنا بصير كل تفكيرنا انه ديزاين للسيستم هو كنترول سيستم ديزاين. ديزاين للسيستم اوسع بكثير من بس الكنترول سيستم ديزاين. افيلابيليتي قديش نسبة الافيلابيليتي تبعته 97% 97 مثلا و 8%، يعني هو افيلابل يخدم الكاستمر هاي. وفي فرق على فكره بين الريلايبيليتي والافيلابيليتي، في اختلافات بسيطه ما بين الاثنين بالتعب. اوكي، اذا ممكن تفكروا بالاشياء هاي. يعني بعضكم مثلا لازم يفكر بالسيفتي تبع الويندو كلينر. مين الناس الثانيين ممكن السيفتي عنده مهمه؟ اوتوماتيك دور. ايش هي؟ اوتوماتيك دور. اوتوماتيك دور طبعا مهم اللي عندي هذا، ما بديش اضرب الشخص مثلا اذا عندي باب او يسكر او هذا، بكون في عندك كل انواع السيفتي. الاوتو بارك والاوتو بارك تمام مهم، بدي اعمل مهم جدا الاوتو باركينج مثلا كيف بحرك السياره وبدي ارجعه. اذا في عندكم بعض سيستم كثير من السيستمز راح يكون السيفتي اهميه السيفتي عاليه فيها، اهميه الريلايبيليتي عاليه فيها. مثلا الطياره عارف جدا الريلايبيليتي مظبوط، كم مره بفشل المحركات كم مره بفشل المحركات، وعندي مثلا ثلاث محركات اربع محركات، لو فشل المحركين بقدر الطيار يكمل الرحله وينزل فيها مثلا حسب. هاي كلها بتصير حسابات في الريلايبيليتي. وانا متاكد هلا البوينغ 747 او الايش هي الدريم لاينر 787 الدريم لاينر لما طلعت جديد، او 380 الايرباص 380، انا متاكد راح تلاقي دوكيومنتس شيء بخوف على السيفتي تبعتها والريلايبيليتي مظبوط، بكون درسوها وطلع كل كومبوننت وهذا الكومبوننت وهي البطاريه وهذا الهيدروليك سيستم اللي بحرك الدفه. كل هاي الاشياء بكون معمول لها حسابات، وشوف ايش الفيلير اللي ممكن يؤدي لسقوط الطياره مثلا، وكيف احنا بنعيد التصميم، نرجع مره ثانيه بنطلع بنعيد التصميم، وبصير في ورك شوب وناس بيجتمعوا بتطلعوا بالورك شوب وبناقشوا الموضوع، وبصيروا يقولوا هذا السيستم الريلايبيليتي غير مقبوله تبعته، في خطر كبير مثلا في المنطقه هاي، السنسرز سبيد سنسرز تبعت الايرباص مثلا انريلايبل، فلازم نعيد تصميمها بحيث انه نتجنب المشاكل اللي صارت معنا. اوكي، والافيلابيليتي مينتينابيليتي. فهاي فرصه كويسه تطلعوا على السيستمز تبعتكم وتشوفوا بعض الاشياء يمكن تقول لي مش كثير كريتيكال. يعني يمكن الافيلابيليتي تبعت ال بعرفش الريلايبيليتي تبعت الانكجت برينتر مش هالشيء الكريتيكال، انا كله شاريها 25 دينار، لو تعطلت مثلا مره كل شهرين مش هالكارثه مزبوط، لكن لو عندي سيارتي صارت تتعطل كل شهر شهرين تنزل الريلايبيليتي تنزل المبيعات. فالسياره مثلا السياره جيد انه كل انزل الاقي السياره اشغلها، او تعطيني وورنينج انه في مشكله واقدر اعالج المشكله قبل ما تتعطل السياره. تمام اوكي، اذا هدول بس حتى تتذكروا هدول بيختلفوا تماما عن فانكشنال. احنا لما بنصمم او انتم لما بتتعلموا تصمموا او الناس لما بفكروا يصمموا ايش بيركزوا على فانكشنال، لكن فانكشنال هي قطعه صغيره جدا من الديزاين. الاوسع والاوسع هي افيلبل مينتينبل ريلايبل سيف. ممكن تو سيستمز يكونوا فانكشنال بس واحد يكون فاشل جدا في هاي الاشياء اللي موجوده. احنا بس بنفكر بالتصميم عاده بنفكر بفانكشنال. اوكي، ايش كمان عندنا؟ خلينا نحط السيستم داينامكس عشان ما تفكروش انه انا السيستم داينامكس في بعض سيستمز رح تكون مهمه جدا، هي رح تحدد فشل او نجاح هذا السيستم. في بعض سيستمز رح تكون السيستم داينامكس مهمه جدا. اذا عندي انفرتد بندلم، اذا عندي سبيس ايركرافت او طياره او سفينه، سيستم داينامكس مهمه جدا لو بدي اتحكم بهاي بشكل دقيق واقدر اتحكم واحركها وتمشي على البروفايل اللي انا بدي امشي عليها. فالسيستم داينامكس مهم جدا، وهي درستوها انتم بالتفصيل. هذا الجزء هو الكنترول سيستم ديزاين. هلا اذا حد عندكم منه هذا بده يطلع على هذا السيستم، اذا السيستم تبعك بده سيستم داينامكس بدك تفكر بدك تعمل موديلنج للسيستم. كل المراحل اللي بنمشي فيها بالموديلنج تبع الكنترول مش هيك؟ فبنيجي بنقول سيستم داينامكس بنبدا موديلنج، بنطلع موديل للسيستم عشان اذا طلعت الموديل بعدين بقدر اعمل بحدد الديزاين الكنترولر مثلا ديزاين، وبعدين بمشي في المراحل انه حققت السيستم داينامكس ولا ما تحققت. اذا ما تحقق شو بدي ارد ارجع اعمل؟ بدي ارد ارجع افكر الكنترولر واعيد الديزاين تبع الكنترولر، احط لي كومبنسيتر لا كومبنسيتر. كل الاشياء الكلاسيكال هذه بنمشي فيها احنا اللي بتلاقيها في اي تكست بوك للكنترول، ادخل على اي تكست بوك للكنترول راح تلاقي هاي مفصله بتفصيل عالي جدا ايش الديزاين تبع هذا السيستم وكيف راح احقق هاي السيستم داينامكس. وفي بعض سيستم زي ما حكيت هليكوبتر مثلا كوادروتور، الكوادروتور مهم جدا لانه هاي راح يتكسر هذا السيستم. اذا ما تحققت السيستم داينامكس اللي موجوده هون ما حققته راح يصير السيستم انستيبل مظبوط،
واذا صار انستيبل يعني مش بس ما حققش سيستم دايناميك صار انستيبل وصار انستيبل راح ينزل انزل على اليوتيوب وحط راح تشوف صور كثيره لطيارات ناس صمام بينزل فيلير بينزل السيستم بصير انستيبل الطيارات مثلا بتكون البايلوت مثلا فجاه بفكر حاله زي طياره اير فرانس اللي تحطمت في المحيط الاطلسي مفكر هو سبنسر او الالتيتيود عم بعطيه شيء غلط فهو بفكر لازم يرفع الطياره كمان مشكله الطياره اذا وصلت درجه معينه من هذا خلص خسرت يعني اوت اوف كنترول بتصير بينزل السيستم تمام اوكي اذا هاي السيستم داينامكس اذا حد عنده هذا يفكر بالسيستم داينامكس اذا ما عنده بدك تشرح بس للمهندس ليش انه ما عندك انت سيستم داينامكس طبعا بدك تعمل جاستيفيكيشن انه السيستم داينامكس مش كريتيكال انا عندي كمان ايش اظن حكينا عن الريزولوشن مش هيك حكينا ريزولوشن اكيوراسي بريسيجن وتذكروا انه هدول زي ابلاي تو بوث سنسرز واكتويترز يعني السنسر ما بينفع انه السنسر يكون له ريزولوشن والاكتويتر بقدرش احقق هاي ريزولوشن شو استفدت مش عندي فيدباك لوب مش حكينا هون كان عندي فيدباك لوب فعندي الاكتويتر بده يقدر يحقق هاي ريزولوشن والسنسر بده يقدر يحقق ريزولوشن هاي بحيث لما اسكر اللوب تبعت السيستم كلوز لوب سيستم اقدر اجيب ريزولوشن المطلوب والريزولوشن بدها تكون في اليوزر ريكويرمنت سبيسيفيكيشن اذا كان ها سكانر اذا كان ها برينتر 3 دي برينترز هلا مين اللي بيشتغل مشروع 3 دي برينتر مثلا هون لازم يكون عندك انت ريزولوشن لازم تكون حدد ريزولوشن قديش انت بتقدر قديش دقه هذا المجسم اللي بدك تطبعه في النهايه قديش النتوءات والهاي بدها تكون مايكرومتر مثلا 10 micrometers 100 micrometers بحيث انه مثلا جبت شكل مثلا كومبلكس من هون اقدر اشوف هاي بقدر اشوف هاي الاشياء واطبعها او بدي اطبع وجه مثلا وجه شخص يكون عندي هاي الاشياء والاكيورسي والبريسيجن طبعا مره ثانيه كمان بناكد هدول they apply to sensors and transducers ماشي رح اوقف